معانا المخرج الجميل احمد خالد موسى المشرف على العام على المسلسل. يا احمد، ازيك يا احمد؟ حبيبي ازيك يا ادوار، ازيك يا نانسي، عاملين ايه؟ الحمد لله حبيبي، مبسوطين بمكالمتك الجميله دي. حبيبي وانا دايما ببقى مبسوط والله لما ببقى معاك حبيبي. احنا معانا بومبونايه المسلسل نادين عصام. ايه المفاجاه دي؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ يا لهوي يا غلباويه قوي. لا هي شاطره جدا، انا كنت عارف من بدري يعني انها شايفها شاطره جدا من اول ما شفتها كده، وانا كنت عارف انها هتعمل الدوشه الشباب اللي هي عاملاها لنا دي دلوقتي. طب يعني شخصيتها بقى في المسلسل، يعني كلمنا اكتر عن شخصيتها كمنة وشخصيتها بقى كنادين. بص انا شايف ان هي يعني في الحقيقه انا ما بشوفهاش خالص شبه الكاركتر اللي هي عملته، بالعكس خالص انا بشوفها يعني هي اهدى من كده بكتير، بس هي فعلا كانت شاطره جدا. ان انا كنت ساعتها احنا دايما لما بنيجي ندور على السن ده غالبا ما بنجيبش ممثلين عندها خبره، لانه غالبا بيبقى نادرا قوي لما في السن ده بتلاقي ناس اشتغلت او كده، فكنا بنعمل اوديشن بترشيحات من المكاتب اللي هم بيبقوا جابوا بنات كتير وكده عملوا لهم اختبارات، فبيقولوا لنا مثلا دول احسن 10 احنا وصلنا لهم. فهي بجد يعني بجد مش احنا بنتكلم دلوقتي، دخلت عملت الاوديشن بالظبط في 3 دقايق، واول ما طلعت قلت لهم غالبا هي دي اللي هتعمل الدور، بس خلونا نكمل الاوديشن وكده يعني. بس وكانت هايله بصراحه من بدري جدا، يعني حتى في التصوير كانت الناس كلها بتشوف انها مختلفه وشاطره ويعني وحتى الجمهور حقيقة. الجمهور حتى شايف ان هي مختلفه، يعني هي فعلا بنوته يتقال عليها مختلفه. طبعا لان هو الدور كمان صعب، ان هو دور يعني دور مستفز، وعم تحت التمثيل بتاعته جاء من ارضيه شويه مختلفه على نوع المسلسل ده، شويه فيها شقاوه اكتر وفيها طبقه مش موجوده كتير حتى جوه المسلسل ده، ان احنا ان هي جايه شويه يعني اقرب لطبقه شعبيه، وانه الولد المفروض جاي من مدرسه اغلى شويه، فالعالم ده جديد عليه وكده، فهي كانت عامله الكونتست ده كان صعب جدا، ان تعتبر هي الكاركتر ده غريب عن العالم اللي احنا عاملينه في المسلسل. انت ما شاء الله يا احمد عندك نظره في الممثل حقيقة. وبتعرف توجهه بطريقه جميله جدا 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 بصراحه يعني. الحمد لله والله الحمد لله. طبعا انا مقتنع انه اهم حاجه اصلا انت يعني هو دلوقتي انت الناس تتبسط بالحدوته اللي انت بتحكيها لهم ايا يعني كان نوعها ايه، وانه يحب الممثلين بتوعك. انا بقيت مقتنع انه طبعا احنا الحمد لله مميزين جدا في المسلسل ده بالذات، مثلا في مستوى الديكور والصورة، سواء من أحمد جبر كمدير تصوير أو نادي عادل كمهندسة ديكور. المسلسل هايل بصراحة يعني أوي. كل حاجة الحمد لله صراحة. دي حقيقة من كاستنج لإخراج رؤية أستاذ أحمد خالد، أنا اتكلمت عنها كتير، إن هو كمان كان عشان زي ما هو قال إن الدور صعب جدا وليه أندر تونز، فكان ممكن تخيش مني في إن أنا أوفر، ممكن إن أنا بالعكس إن هو مش جايبة الاستفزاز، مش جايبة إن الجمهور لما يشوف حاجة زي كده ينفع. وخيشت منها يا خالد ولا؟ لا بجد هم كانوا شاطرين جدا. وانا بقول لك احنا دايما انا ببقى مركز قوي ان تبقى المنظومه مريحه قوي للناس، انه الناس كلها تبقى شغاله في اجواء يعني لذيذه، وان احنا ما حدش حاسس احنا بجد بنصور، يعني احنا رايحين نتبسط، وبعدين بقى النتيجه دي بتاعت ربنا يعني وكده. فاعتقد ان هم اتبسطوا لان هم كمان كانوا ما عندهمش الخبره دي. طبعا احنا معانا ممثلين كبيرة قوي يعني، طبعا هند صبري واياد نصار وماجد المصري وجومانا ونهى عابدين، يعني معانا ناس كتير قوي. بس هو الميزه في الصغيرين كمان ان هم كان سهل قوي ان هم يتوتروا، يعني اكيد هند صبري لو في حاجه في الكواليس ما عندها بالخبره اللي عندها بالنضوج ده مفيش يعني مفيش حاجه هتهزها خالص، فاهم قصدي؟ بس بقى دول ممكن يفكوا منك خالص وتلاقي وبجد ممكن يبوظوا المسلسل عادي، يعني لو انت لو الدور ده ما علقش كده، ودور يعني ودور يوسف ودور جودي برضو، انه لو الادوار بتاعتهم ما تصدقوش كان المسلسل كله هيبقى فيه مشكله، كنت هتبقى بتتفرج على المسلسل يا بس لو ادوار بس الاطفال فيها مشكله، فالموضوع ده بيبقى صعب جدا وكده. طيب عايزين ناخدها فرصه نبارك لك طبعا على نجاح العتاوله. الحمد لله الجزء الاول ما شاء الله كسرت الوطن العربي يعني. الحمد لله والله الحمد لله ربنا. العتاوله 2 إيه العتاوله 2 والله احنا بنحضر، احنا النهارده لسه كنت ببص على الحاجات، احنا كتبنا تقريبا 10 حلقات يعني لسه مخلصين 10 حلقات. احنا كان عندنا السنه اللي فاتت ان احنا شويه دخلنا متاخر، فبنحاول السنه دي ندخل بدري. هيبقى عندنا ان شاء الله مفاجات، ان احنا عندنا معانا بنسبه 80% الكاست محتفظين بيه يعني. حلو قوي. على حسب الحدوته اللي احنا يعني شايفينها في الجزء الثاني، وعندنا ناس كتير هتدخل علينا يعني، لانه انا كنت بالظبط ده اللي انا كنت بتكلم فيه دايما، انه انا لو عملت الجزء الاولاني هو يعني الحمد لله ربنا غمنا بيه انه نجح جدا
يعني الكل، يعني الكل الناس اللي اشتغلت فيه، مش يعني ممثلينه بقى في شركه الانتاج بالعمال، فاهم قصدي، بالمدير التصوير، كل الناس اللي اجتهدت فيه ويحصل بينا كلنا. طب فانت السنه دي ما تقدرش تعمله هو هو، حتى لو الناس حبته ما تقدرش تعيده هو هو زي ما هو. لازم يبقى على الاقل، انا مقتنع انه لازم يبقى في 30% على الاقل تغيير ومفاجآت، عوالم، لازم هنروح اماكن جديده ولازم هنشوف شخصيات جديده ولا. طب هل الشخصيات اللي كانت موجوده في الجزء الاولاني ايه اللي دورها اتقفل؟ كان دورها مقفول من الاول، من وقت الكتابه؟ لا، احنا هقول لك بس عشان نبقى موضوعين جدا، احنا اصلا المسلسل احنا دخلناه متاخر للظروف، ان احنا اصلا انا كنت بعمل مسلسل تاني. اوكي. وبعدين للظروف ما المسلسل ده اتلغى، وبعدين قررنا ان احنا نعمل فكره ثانيه خالص اللي هي العتاوله، وبدانا نكتب، وتقريبا احنا دخلنا احنا معانا 14 حلقه. اوكي. وانت داخل انا بقول لك يعني المقاييس اللي بتمشي بيها الحاجات، انه مش احنا اللي بنقرر، احنا حتى لو احنا عايزين نعمل جزء تاني وكده، هو الموضوع مش قرارنا لوحدنا، يعني مش انا لوحدي او شركه الانتاج المحطه، هل المسلسل ده بحجم التكلفه دي، بحجم النجوم ده، مفيد للمحطه وهيقدر يجيب تكلفته، اعلاناته، وناس مرحبه بيه وكده، ولا مش عاوزينه كده. فده قرار بيتاخد غالبا، اعتقد يعني غالبا بعد مثلا 18 19 رمضان، ان انت بيتاكدوا انك معدي اكتر مثلا من 70% من وقت العرض، وانت ستيل محافظ على حجم معين في الريت. طبعا انت عارف احنا المصريين كلهم بيطلعوا يقولوا ان احنا المسلسل بتاعنا كان رقم واحد. أيوة. والكلام ده كله، بس في ريت احنا عارفينه في الشغلانه، وصعب بيبقى ضد يعني. بس السنه اللي فاتت الريت كان بيقول ان المسلسل ده عمل ريت، يعني ان هو كان متصدر نسب المشاهده رقم واحد فعلا. هو كان مسلسل الشارع، يعني انا دايما بقول ان المسلسل الناجح المسلسل الناس بتتكلم عليه في الشارع، وبلا شك العتاوله كان مسلسل الشارع رمضان اللي فات. الحمد لله. فاحنا بقى طموحين ان احنا السنه دي نعمله، فعشان نقدر نعمل النوع ده من النجاح، فلازم تاخدي قرارات صعبه، ان انت تبقي بشكل موضوعي عارفه انه في خطوط مش هتقدري تكسبي منها، في ادوار مش هتعرفي تستفيدي منها، في ادوار انت محتاجاها وتبقي متصالحه مع نفسك انك لو نجحتي وان في عيوب عدت على الناس او الناس ما شافتهاش بالشكل اللي انت شايفه اصلا، تبقى متصالح مع نفسك، ما تقولش بقى ان كل كومنت بيتقال لك سلبي، انه لا 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 دول اعداء نجاح. انا عارف مشاكلي وشايفها ومقتنع بيها جدا، انه اكيد انا عندي كل شغلانه بيبقى عندي غلطات غير اللي قبلها، مستحيل مهما كانت شغلانتي بتنجح ومهما كانت كويس اكيد عندي اخطاء. فانا بدل بعمل جزء تاني اكيد هبقى طموح ان انا احاول احسن الحاجات الكويسه، واحاول الغي الحاجات اللي كانت كنت شايف انها عامله لي مشاكل او مؤثره عليا، ايا كان شكل بقى تنفيذ، شكل اداره، شكل تمثيل، خط مثلا انا جربته مثلا، فجيت قلت انا مثلا ايه ده كنت عامل جوع الضحك مثلا بكاركتر معين، فاجي اقول مثلا ده ما بيضحكش، بقى مستحيل بقى هحاول اعمل نفس المحاوله تاني. أكيد. في الجزء الثاني يعني، فاهم قصدي؟ بس خالد انت مخرج مبدع، و اكيد احنا متاكدين واثقين ان انت يا احمد هتكسر الدنيا طبعا، الجزء الثاني اكتر من الجزء الاولاني. والله بص انا متمني جدا، انا بقول لك انا دايما كل سنه بقعد اقول لنفسي كده، انا اكيد بنحاول نعمل مسلسل كويس، اكيد في زمايلنا كتير معظمهم يعني نشطه وهايله، انت دايما بتحاول تبقى كويس في وسط كويسين ايا كان انت مكانك فين، بدل بتجتهد بقى ربنا هيرزقك. وفي انا بقول لك انا كان عندي تجارب كانت في احسن حاله، وفي تجارب كانت مقبوله، وفي تجارب ما توفقتش فيها، بس يعني متفائل قوي، انا بحب المسلسل ده، ودايما كسرت حاجه جوه نفسي، ان انا عمري ما كنت بقرر ان انا اعمل جزء تاني من مسلسل اللي هي نجح، يعني كان طلب مني كتير موضوع الجزء التاني ده. بس لانه العلاقه بيننا ككرو شركه وكمخرج وكده كان تقريبا دي بجد تقريبا ألذ مره انا كنت موجود وسط كرو على كل وعلاقه الجمهور كمان بالمسلسل، يعني الناس ارتبطت جدا بالمسلسل وارتبطوا جدا بالشخصيات. ده كمان الموسيقى التصويريه بقت رنات تليفون. ما انا بقول لك مسلسل الشارع. تاري هاني طبعا، ما عشان مش قلت تاري خطير، وبالذات ان هو كانت الناس كلها كانت اول ما قلت الترشيح، لانه تاري صاحبي من واحنا اصغر من كده يعني شويتين، فكانوا شايفين انه تاري هيجي يعمل مسلسل شارع وشعبي وكده، فانا قلت لهم صدقوني هيبقى مفاجاه وكده، ويعني وصح الناس مشيت معايا، وفعلا تاري يعني كان يعني على احسن ما ينبغي، يعني انه عمل الشغل احسن حتى ما الناس كلها كانت متوقعه بصراحه. طبعا بنشكر كمان المنتج الكبير صادق الصباح كمان على هذا العمل. طبعا استاذ صادق الصباح وانور الصباح، يعني انا كمان بحبهم جدا، عندي معاهم تجربه من سنتين كانت ملوك الجدعنه، ودايما عملنا برضو يعني نفس الفيدباك ده، وتقدرنا برضو في السنه دي وكده، فبحس ان احنا دايما وشنا حلو على بعض وكده، فان شاء الله السنه دي يبقى وشنا برضو كمان كويس، تكسر الدنيا ان شاء الله. شكرا يا احمد، وعلى طول يا حبيبي على مداخلتك الجميله. مين
انا كنت عايز اسالك سؤال مهم جدا. ايوه انت بتقعدي تتفرجي على افلام الابيض واسود بتوع زمان؟ كتير كتير كتير، عشان احنا عندنا يعني على مسابقه القاهره اليوم ده بنكتشف ان الجيل بتاعك ما بيتفرجوش على ابيض واسود خالص، لا وما يعرفوش الممثلين اللي كارثه. بالعكس ده انا يعني برضو مش كتير، يعني انا عندي كذا فيلم كنت بقى بكررهم حافظاهم، افلام فيروز كلها يعني انا بالعكس انا الافلام الابيض واسود اكتر من الافلام من وانا صغيره. طب مين بقى افلام فيروز؟ فيروز. طب حافظه حاجه لفيروز كده تورينا؟ لا. طب بتحبي مين تاني من نجمات زمان؟ مين تحبي كانت تتفرجي عليها وتقولي ايه ده انا عايزه اتعلم منها؟ والله مش كليشيه خالص، بس اكيد سعاد حسني دي يعني ما فيهاش طبعا، شيزا سوبر ستار. فاتن حمامه طبعا هي من الممثلات اللي قعدت من وهي صغيره لحد ما كبرت، ممثله عظيمه. طب مين من الجيل الجديد؟ من الجيل الجديد اللي هم منى زكي بقى ولا هند صبري؟ انا على طول بقول استاذه غاده عبد الرازق، بحبها جدا. بحب انترفيوهاتها، بحب كاريزماتها، بحب عامه بحاول ادرس الهيئه كده والطريقه اللي بتتكلم بيها، بحبها جدا. واستاذه دنيا سمير غانم برضه بحبها، بحب تنوعها في ادوارها جدا، وفكره ان بحس ان هي اكتر واحده لعبت عامه في ادوارها في اللهجات وادوار مختلفه جدا، عمرها ما اتزنقت في 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 دور استاذه دنيا. و استاذه منى زكي طبعا يا لهوي عملت حاجات حلوه جدا جدا جدا. نفسك تشتغلي مع مين بقى منهم؟ اي حد منهم بقى اللي يجي حلو. انا عايز اشتغل مع كلهم. اللي يجي حلو. عايز اشتغل مع كلهم. كلهم ايه؟ عايز اشتغل مع كلهم. كلهم يا ريت لو كلهم بقى انا موجوده. طب انت يا نادين اكيد اشتغلتي على نفسك كتير قوي علشان تطلعي منا بالكاركتر اللي احنا شفناه، واكيد عشان تطلعي برضو من منا ما كانش سهل عليكي. انا عايزاكي تدخلي في منا تاني دلوقتي. دلوقتي؟ احنا عايزين نبقى قاعدين مع منا مش نادين. جاهزه؟ لا. ازيك يا منا؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ منورانا. الحمد لله تمام. سامع ان انت عامله مشاكل كتير قوي في المدرسه. انا؟ والله. توقعي بقى وخليهم يتخانقوا. لا 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 والله خالص خالص. I'm a very nice girl. مش انت؟ لا 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 خالص. نفسك تبقي ايه يا منى؟ انا احلامي بسيطه يعني ابقى مليارديره. حاجه بسيطه، مليارديره، اعمل بطوله فيلم رومانسي. رومانسي؟ عايزه مين البطل قدامك؟ نفسي حد على شكل احمد رمزي، على خفه دم استاذ محمد هنيدي. على دقن استاذ ادوارد. ما لقيتيش غير الدقن. دقني ليه؟ علشان انا نفسي. والله خطيره. حرام عليكي. والله تحفه. نيو لوك خطير. بجد؟ والله. ولايقه على حضرتك جدا. والله يا بنتي بسطتيني، ان شاء الله اطلع ابوكي في فيلم كده ان شاء الله. ايه ده عدلك صغير ابويا؟ بص لا ده كده بقى نادين عملت فيها منا. الاثنين بقى شكلك صغير بقى. كده ميكس الاثنين دخلوا في بعض. ايوه الاثنين دخلوا في بعض. نادين انت نورتينا. نورتينا نادين. وانت امرايا. وان شاء الله كل سنه نشوفك اعلى واعلى واعلى لحد ما نشوفك نجمه صف اول. ميرسي ميرسي. انا مش عارفه اشكركم ازاي بجد، والله شرف ليا ان انا ابقى معاكم. يعني حاجه قاعده زي دي بجد هي اللي بتثبت نجاح سواء دوري او المسلسل، فشكرا جدا شكرا جدا. نورتينا حبيبتي. ان شاء الله كل سنه معانا هنا بقى. ان شاء الله يا رب. يا لهوي.